سيارة كهربائية يا أخي. واو واو على اختيار تشبه ليها سيارة كهربائية. شوفوا ها السيارة الكهربائية ديالي، ها السيارة الكهربائية ديالي شتيها، ها هي ها 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 هي شتوها سيارة كهربائية. شو ممكن دير بها هاد السيارة؟ كاين بزاف ديال ماشي ممكن تسوقها، ممكن كاع تزرع فيها النخالة، تزرع فيها العدس، ممكن تزرع فيها أي حاجة، والتربة خصبة ديالها راه تما زرع الخرشوف. باش نوري ليكم اجي هذه السيارة ديال تبون، هذه ممكن دير بها انت، شيش ممكن دير بها ديك السيارة اللي قالت لي اللي بغيتو نتنافسو بها المغرب، ها هي اش ممكن ديروا بها؟ زرعوا فيها الخرشوف والخص، ها هو شفتوها. يلا السلام عليكم. واش انت كدير الحليب؟ الحاج اش واش انت كدير الحليب؟ عندك علاقة بهم؟ ايه والله يدي مخلق. نسول هذا التواجي الشريف، شوف غير اجي شوف، لا بلا ما تلصق عليا نسولك، الله يخليك نسولك. في واحد البلاد كيبيعوا الحليب ديالكم، واش كديروا نتوما الحليب؟ لا هكاك عاد خلي مازال داكشي اللي داروا ورا المسيره الخضراء، حنا المسيره الخضراء دوزناها نتوما ما حملوش، وعاد لا دير بيكالا عادية ماشي كهربائية.